السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم فيزياء للصف الرابع العلمي. وصلنا صفحة 155، مسائل الفصل الثامن. حناخذ المسألة الأولى. وضع جسم أمام عدسة مفرقة بعدها البؤري 12 سنتيمتر، فتكونت له صورة طولها ثلث طول الجسم. ما بعد الجسم عن العدسة وما بعد صورته؟ ما دام عندي عدسة مفرقة، إذا نقول سالب 12، يعني العدد 12 أسوي سالب 12. يلا يا ماما ناخذ القانون، نكتب القانون. يلا ماما نكتب القانون. القانون شو يقول لي؟ القانون واحد على في. شوفوا هو المطلوب، هو المطلوب يعني المعطيات الفي مجهول، تمام، واليو همات مجهول، يعني اثنينات المجهولات. اذا نكتب القانون، واحد على اف يساوي لنا واحد على يو زائد واحد على في. زين، واحد على الاف ايش قد؟ سالب 12. سالب 12 هعيني يساوي لنا واحد على ال، نقول ها اليو شلون اطلع اليو؟ هنا راح اسويها، نقول هنا ماما راح اسويها، نقول ام يساوي لنا سالب في على يو. ايش قد الام؟ ثلث. هعيني هو قايل ثلث طول الجسم، ويساوي لنا سالب في على يو. طرفين بوسطين اقول يو يساوي لنا سالب 3 في. إذا طلعت القيمة اليو يساوي لنا سالب 3. إذا أقول سالب 3 في زائد واحد على في. زين، هسه شو نقول؟ سالب واحد على 12 يساوي لنا هنا توحيد المقامات اللي هي 3 في. 3 في على سالب 3 بها سالب واحد. هعيني سالب واحد في واحد سالب واحد، زائد 3 في على في، الفي ويا الفي راحت، 3 في 1 3. اذا سالب 1 على 12 يساوي لنا اشارات مختلفة، نزل اشارة الكبير واطرح 3 ناقص 1 2، موجب 2 على من؟ على 3 في. طرفين بوسطين، هعيني طرفين بوسطين ايش حيطلع لنا؟ يطلع لنا أقول سالب واحد على 12 يساوي لنا راح نقول حنضرب سالب واحد، لا سالب واحد في 3 في يساوي لنا 2 في 12. إذا أقول سالب واحد سالب 3 في، سالب واحد في 3 في، سالب 3 في يساوي لنا 12 في 2، نضرب 12 في 2. هسه اطلع الفي ابحدها على سالب 3 انزلها، وهنا 12 في 2. هسه نختصر ال 3 بها سالب 1 و12 كم 3 بها 4. اذا في يساوي لنا ايش قد؟ 4 في 2 طلعت لنا 8، والسالب ينزل سالب 8. هاي طلعت، يا هي طلعت سنتيمتر، طبعا طلعت الفي. هسه ايش راح اطلع؟ راح اطلع واليوم مطينا اياها سالب اليوم احنا طلعناها، فراح شوفوا هسه احنا اليوم وطلعناها سالب 3 في. اذا شو اسوي؟ اقول يو يساوي لنا سالب 3 مكان كل في اعوض سالب 8. يو يساوي ان السالب بالسالب موجب 3 في 8 24 سنتيمتر. اذا طلعت الواي 24، طلعت الفي سالب 8، وهياتها الواي 24 والفي سالب 8. هاي عيني اخذوا لها سكرين.